أما بالنسبة للمرأة المطلوب منها أكثر شيء ليس الحب. يا جماعة الرجل أنتم تعرفوا روحكم، الرجل يا نساء ما يحتاج الحب بقدر ما يحتاج الاحترام. الرجل إذا قللت احترامه وقلت له كلمة توجع، قولي له مليون مرة مراها نحبك والله خلاص ما ينساش هذه الكلمة. ما تنسوش أن الرجل تفكيره صندوقي، إذا فتح صندوق الألم صعب يغلقه. إذا قالت المرأة كلمة قاسته في كرامته في رجولته صعب ينساها ولو قالت نحبك مراها مليون مرة. أما الرجل يغلط مع مرته يقول كلام سيء، يجي يقول اسمحي لي نحبك، جولة حلزونية تنسى كل شيء، قل له سامحتك. صار المشكلة أنه لو كان يغلط جولة حلزونية تفكر كل شيء ثاني، تقدر تذكر كل شيء. لذلك الرجل المطلب الأول عنده هو الاحترام. الآن الرسالة راهي الموجهة للنساء. المرأة اللي تقول لي أنا كيفش نحترم زوجي، هل الاحترام لغات؟ نقول لك الاحترام مجموع في واحد الجملة، كلمة بركة حفظوها مليحة عليها نساء، أحفظوا هذه الكلمة: اجمعي القمح واحذري من النمل. اجمعي القمح واحذري من النمل. كلمة القمح فيها ثلاث حروف: قاف قبول، اقبليه كما هو. منطلق الاحترام أن تقبل الشخص كما هو. تقول لي عنده عيوب، اكره السلوك وتكره الشخص. كان يؤتى بالرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلد على الخمر، فلعنه الصحابة قال لا تلعنه فوالذي نفسي بيده إنه يحب الله ورسوله. أما